ينضم إلينا من عمان سيد سركيس تشوبيان محلل الأسواق العالمية بمجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس. يمكن عم نتابع تحركات الدولار خلال شهر أغسطس، التراجعات اقتربت بواحد وثلاث أعشار النقطة المئوية، لكن هذا الهبوط كان مستمر يمكن من شهر مارس لهذا العام. اليوم برأيك إلى أي مدى قد يشهد مزيد من الضغوطات حتى نهاية الربع الثالث من 2020 بعد المفاجآت التي قدمها جيروم باول بتغيير السياسة النقدية؟ أهلا وسهلا بك. بالفعل شهدنا انخفاض في الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية خلال الشهر الماضي، وبلغ مقدار الانخفاض 1.39%، وهذا الانخفاض بدأ بالفعل منذ 20 من شهر مارس، حيث فقد الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين حوالي 10.8%. ونلاحظ بأن الأسباب متعددة وراء هذا الانخفاض في الدولار الأمريكي. فمنذ شهر مارس بدأ هنالك حالة من التضخم الكبير في الأصول، بدأت في أسواق الأسهم وامتدت أيضا إلى أسواق السلع، مما أبرز مخاوف من انخفاض القدرة الشرائية للدولار الأمريكي، وهذا ما سبب الانخفاض الذي اعتبره كبير جدا في الدولار الأمريكي منذ 20 من شهر مارس الماضي. وعلى مدى هذه السنة كاملة أيضا انخفض الدولار الأمريكي بواقع 4.8%، لكن مع تغير سياسات الفيدرالي الأمريكي تجاه رقابته للتضخم واعتماد متوسط التضخم، أعطى الآن المزيد من التوقعات بأن يسمح الفيدرالي الأمريكي بارتفاع التضخم فوق 2%، حيث أن المتوسط للتضخم يجب أن يتم تعويض الانخفاضات التي حصلت في مؤشرات سعر المستهلك وأيضا في مؤشر PCE خلال هذه السنة والسنوات الماضية أيضا، وهذا ما يعني احتمالية أن يترك الفيدرالي الأمريكي مستويات التضخم ترتفع أكثر، مما يهدد أكثر أيضا القدرة الشرائية للدولار. وأيضا يجتمع مع ذلك سياسات الفيدرالي الأمريكي التي ربما سوف تستمر لفترة مطولة من الزمن في مستويات منخفضة، فكنا نتكلم سابقا عن عام 2021 كمستويات فائدة منخفضة، لكن الآن بعض التوقعات أصبحت تشير إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة ربما سوف تمتد إلى 2022، وهذا كله أيضا سيبقي على الدولار الأمريكي تحت الضغط الهابط على الأرجح، وذلك مع استمرار تدفق سيولة كبيرة جدا للأسواق إن كانت من الفيدرالي الأمريكي وأيضا من الحكومة الأمريكية، اللذان يحاولان حتى هذه اللحظة تدعيم الاقتصاد ومحاولة إثبات خروجه من الركود الاقتصادي الأسوأ الذي مر فيه خلال الربع الثاني من هذه السنة. ومع انتظارنا هذا اليوم لبيانات اقتصادية مهمة من قطاع التصنيع بحسب مؤشر ISM، تشير التوقعات إلى احتمال تسارع أو بعض التسارع في النمو، لكن حتى تسارع النمو يعتبر الآن تهديد أكبر للقدرة الشرائية للدولار، وبالتالي قد لا يرغب العديد من المتداولون والعديد من الجهات امتلاك الدولار كدولار كعملة نقدية، بل سيفضلون على الأرجح التوجه نحو الأصول مرتفعة العائد وأيضا بعض السلع لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للدولار، مما قد يسبب المزيد من الانخفاض في خلال هذا الشهر أو ما تبقى من الربع الجاري من هذه السنة. وهل هذا الانخفاض أو المخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد يعني سركيس قد تستدعي استخدام الذهب ربما لتغطية المخاطر، خصوصا أنه تحركات الذهب كانت متذبذبة بشهر أغسطس كما كان كذلك في شهر مارس؟ بالفعل التذبذب الكبير شهدناه في حركة أسعار الذهب خلال الشهر الماضي، وتحركت أسعار الذهب بين مستويات 1862 من الأسفل ومستوى 2075 دولار تقريبا من الأعلى، وهي مستويات قياسية، وأغلقت أسعار الذهب الشهر الماضي على انخفاض أعتبره طفيف لم يتعدى 0.42%، وهذا الآن سوف نراقب أي تحركات بالنسبة لسعر الذهب مع إقبال المتداولين والعديد من الجهات تغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد بواسطة الذهب، خصوصا ورغم ارتفاع عوائد سندات أمد الاستحقاق 10 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية كسندات الحكومة، إلا أن عوائد سندات أمد الاستحقاق عام وعامين ما تزال منخفضة جدا، وأخذين بعين الاعتبار أن مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع من 0.1 إلى 1%، وبالتالي فعوائد السندات الحقيقية بإدخال معاملة التضخم الآن سلبية، وبالتالي ربما سيبحث المتداولون عن توجهات أخرى لحماية الانخفاض من القدرة الشرائية للنقد، وباعتقادي قد يكون الذهب من أوائل السلع التي سوف يتوجه لها المتداولون لحماية القدرة الشرائية للنقد.
ونشكرك سيركيس تشبريان، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك، وأنت محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب.